عسلامة مدام. عسلامة. 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 بس عليكم. الحمد لله. عرفنا عليك مدام. مواطنة من الكبارية. مواطنة من الكبارية. بنتك هذه. بنتي. تعاملك مع بنتك كيفاش يكون؟ والله في الفترة هذه بحكم انها مراهقة صعيب شوي. مراهقة كيفاش؟ نختلفوا برشا ولينا. كيفاش كنتوا كيفاش وليتوا؟ والله بالنسبة تسمع الكلام لحد الآن معناه فضل ما عند ربي الحمد لله. تعاون فيا تقرأ على روحها تسمع كلامي الحمد لله يا ربي. شنو آخر تو الفترة هذه صعيبة شوية ظهر لها كيما تشوفي عملت حجاب. كل شيء هذيك حرام هذيك عيب هذيك ندرسنيه هذيك ندرسنيه تقلبت في في في, في لمح البصر في ظرف جمعتين حسيتها تبدلت وخايفة منها الحكاية شوي مخوفتني مكذبش عليك. ما حكيتش معاها ما سألتهاش؟ كي لا نحكي معاها قالت لي بحكم تسمع القرآن وبحكم اللي هي تو كبيرة وتقرا اون بليس. ماما ذيك حرام رب الحق راني تأكدت تأيد لي بآية بحديث نبوي راهو كذا راهو كذا. قلت لها بشوي بشوي نبدا ننصح فيها ما ندخلوش معناها مرة واحدة. تذكري جمعتين التالي بار اكزومبل كنت لابسة سون مونش وجين وكذا وبوي فراند وندرا شنو يعني التحول هذا ما مش بقوة فهمتي. نحاول نفهمها بشوي بشوي وان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر وكهم. التحول هذا مربوط بسن المراهقة؟ اي اكيد اكيد نتصور هك نتصور مربوط بسن المراهقة خاطر بلادنا اصل كما تعرفي عايشة الناس كل عايشة في ضغط واللي يهرب للدين واللي يهرب للشارع واللي الحمد لله اللي بنتي هربت للدين فهمتي يعني ما عرفش كيفاش نفسرها لك اما الحمد لله اللي لفترة المراهقة جتها بالسترة وبال اليوم انت فرحانة ولا لا؟ فرحانة أكيد الحمد لله. بنتك انه مشيت في طريق الهدايه. اي نحمد ربي ونشكر ولدي زاد اكبر منها. كيفاش كانت؟ ما كانش عنده حتى شيء هو نظيف الحمد لله. ما كيفاش كانت فتره المراهقه نتاعو؟ صعيبه شويه يحب يحكم ويسيطر وعلى اخته وحتى عليا انا ولي وما تمشيش ولا ما تلبسيش هذيك ولا عاش يحب هكا يسيطر ويحب يوري رجوليته بحكم انه معناها شاب يحس بروحه صوته خشين وكبر وكذا. ما باركونتر توا نحسه بدا يرجع شويه ولا يصلي ولا هكا ساعه ساعه يمشي للجامع ويسمع واحد حسيته رزن شويه وبدا يتراجع لك السيطره هذيك. فترة المراهقة عند الطفلة تختلف لفترة المراهقة عند الطفل؟ والله اولادي مختلفين. كيفاش مختلفين؟ بالنسبه مختلفين معناها في ما همش كيف كيف. ما بنتي تبيع ولدي تبيع ما هما بيناتهم عام على رؤوس بعضهم. اما في توا في الفتره هذه الزوز ولوا يصلوا فرد وقت. ربي يهديهم ان شاء الله. يعني معناها وبتبيع نحمد عليه ربي انا ماذا بيا. خير من اللي ولدي يتيش ولا يتعلم الحاجات اللي نعرفوها الناس الكل معناه. تحس التربيه نتاعك جابت نتيجه؟ نحمد ربي ونشكر ديجا انا اللي يعرضني واللي تعرضني يرحم والديك. كلهم يرحموا على والدي في تربيه اولادي معناه الحمد لله. تعبت؟ تعبت اما الحق مشني وحدي عائلتي معايا امي الله يرحمها بابا الله يرحمه اخواتي حماتي عمومتهم كلهم يربوا. تحس انه العائله الكبيره عندها الحق باش تربي؟ انا نعطيهم الفافير حتى الجار انا نعطيه الفافير باش يربي لي ولدي. ولدي غلط نحب جاري ولا جارتي تنهر وتوريه ما يقلقنيش. شكون يرفض رفض قطعي ويقول لك لا انا نصرف اولادي ولادي انا اللي نحكم فيهم؟ تصرف من تصرف ماهمش يجوا مثلا صغيري يتعارك مع صغير وتجي جارتي مثلا تضرب صغيري ما تعجبنيش اما كي تضرب الزوز
لا ما عادش تعاركوا، ما عندي حتى مشكل، مانيش ضد، خاطر هذيك التربيه. كي نحكيو على التحول هذا الفجر، والله الساعة وليت نصلي، من بعد وليت نقرا برشا قران، وليت نتفرج في احاديث، نتفرج في برشا فيديوهات، ونسمع في الكلام على المراه، على العوره وعلى الحجاب، وربي نهار اخر يعني عقاب المراه اللي ماهيش متدينه، اللي ما تصليش، شنيا باش يكون عقابها نهار اخر. وبالطبيعة أنا نحب نمشي للجنة كي أي إنسان على ذاك نحب. في لبستك مثلا فما برشا حاجات قطعتهم؟ السراول ما عادش نحب نلبس سراول جملة، وليت ديما ماذا بيا جلباب روبة واسعة، حتى كنت مثال نلبس روبة بالحزام، تو ما عادش نلبس الحزام بالكل. وليت اصلا حاليا قاعده نخمم في الحجاب الشرعي، ديجا ما خلونيش. مختلفه انا وياها في الموضوع هذا، تحب مره واحده دزه واحده خيط لي واعمل لي. اولا ما همش الخاص يعني، الامكانيات على قدها، وثانيا بشوي بشوي، ما هوش بشرتي هي معناها واحد يدخل على الدين بقوه، مازالت صغيره، بشوي بشوي ما يسالش، استري روحك، البسي المستوره، غطي شعرك، ما يسالش، بشوي بشوي خلينا نتبعوا كيما، ومن بعد الى حين ياتي ما يخالف ذلك، بالك شي تطير النفحه يعني فتره معينه. مثلا كنا نرجع لسنه المراهقه، احتمال تجيك بعد شهرين ثلاثه تقول لك ليه فديت وقلقت ليه وما نحبش وحوايجي نلبس حوايج الاخرين. ما بين قوسين راهي الساكت باش عطاتو حوايج كالصاموس وكالخلاعي وك الكل عطتها. انت ضد اني تلبس الحجاب الشرعي؟ لا مشني ضد، اما ما نحبش مره واحده ما ثماش علاش. شنو السر وراء القرار هذا الفجئي؟ اني نصلي، اني وليت نشوف، وليت نعرف اللي حاجه هذيك حرام، وليت نعرف اللي نص حرام، اللي القصير حرام. مش كون اثر عليك مثلا؟ لا وحدك باقتناع منك. ديجا انا تدينت قبل، ويعني ما كنتش يعني تدينت مش على اقتناع، عجبني عملته، من بعد نحيته، توا ان شاء الله ما عادش نحي. قرار نهائي ان شاء الله، ربي يثبتك ان شاء الله. كلمه الختام شنو تحب تقول؟ والله ننصح البنات الكل باش تعمل الحجاب، خاطر الحجاب راهو سترة، وراك تزيد تقرب من ربي أكثر، راه ربي يحبك أكثر. و شكاها ربي يبقي الستر على بلادنا وبناتنا وأولادنا، وربي يجرها على الصلاح.